مولود مولود هذا مولود النبي، والملائكة في السماء يفرحوا بزيادة النبي. ألا الله فاطمة ونراها سيد علي، سيد علي. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله البنات كامل تكونوا بخير. ازول في اللون ايستما. الفيديو تاع اليوم روتين مسائي، فيه رايحه ندير لكم طبق شوربه المقارون، شوربه المقارون الاقتصاديه، ان شاء الله تعجبكم، خفيفه وظريفه. ورايحه تشوفوا كيفاش وجدت بناتي للحفله المدرسه بمناسبه مولد النبوي الشريف، يعني وجدت لهم طمينه وجدت لهم رسومات، ان شاء الله يعجبكم. ابقوا معنا البنات تشوفوا الروتين تاع اليوم. اول حاجه بديتها هو العشاء، رايحه ندير كما قلت لكم شوربه تاع المقارون الاقتصاديه، يعني شوربه خفيفه ظريفه ما فيهاش بزاف المكونات. حطيت في القدره ديالي تاع الماء مغلي، حطيت حبه بصل في صوص تاع الثوم، رايحه نحط تاني حبه زروديه وحبه اللفت، يعني سكرفت كلش مع بعض. من بعد رايحه نزيد زوج مغارف تاع زيت الزيتون، ونزيد التوابل اللي هما فلفل كحل والملح والفلفل العكري وكركم. هذا ما كان، يعني الشوربه هذه كما قلت لكم البنات بزاف خفيفه وسهله. كيما تحبوا يعني البنات تقدروا ديروا الشوربه هذه باللحوم. هنا زدت البنات زوج يعني زوج ورقات تاع الرند. من بعد نخلط ونغطيه ونخليه يغلي. في جهة واحدة أخرى غليت المقارون ديالي هذا صغير، غليته بالماء والملح، من بعد صفيته كما راكم شايفين. رايحة بعد يعني ما تغلي المرقة ديالي وتقريبا طابت كما راكم شايفين، رايحة نضيف مغرفة كبيرة تاع طماطم المصبرة، ورايحة نضيف المقارون التاعي. كما قلت لكم البنات الشوربه هذه تقدروا تضيفوا لها اللحم ولا الدجاج، انا اخترت نديرو باللحم واخترت نديرو بالدجاج واخترت نديرهم هكذا، يعني ندير الشوربه ديالي اقتصاديه ما فيهاش لحوم، يعني تجي بزاف بنينه وخفيفه سورتو يعني نديرها في الشتاء. بهذه الطريقه نغطي عليها البنات ونخليها تغلي لمده 10 دقائق كما راكم شايفين. يعني هاد الشوربه انا في الشتاء نديرها بالبزاف، ونديرها تاني بالفول اليابس، يعني الفول اليابس بالمقارون هذا الصغير. من بعد ما اطيب الشوربه ديالي راح نضيف لها شويه قزبر وشويه نعناع من الفوق ونطفي لها، والشوربه ديالنا راهي واجده. شوفوا البنات القوام ديالها، يعني نخليوها تغلي حوالي 10 دقائق ولا اكثر حتى يعني المقارون ديالنا يتشرب المرقه ديالو. من بعد نطفيلو، والقوام تاعها كما راكم شايفين الشوربه ديالنا بهذه الطريقه. من بعد نقدمو في طبق التقديم ونضيف له من الفوق شويه قزبر كما راكم شايفين. وهذا هو العشاء ديالي تاع اليوم، تاع الروتين تاع اليوم، شوربه بالمقارون. من بعد البنات وليت لبناتي باش نوجدوا يعني الرسومات اللي يديو معاهم للمدرسه للحفله تاع المدرسه. انا البنات اللي رسمت هذا الرسم الكعبه الشريفه، ان شاء الله تعجبكم، يعني قولوا لي رايكم في التعليقات. هنا رسمت لها البنت الكبيره هذا الرسم وهي بدات تلون فيه، وصغيره رسمت وحدها على خاطرش الاستاذ ديالها اللي قالها لازم ترسموا وحدكم، خليتها رسمت وحدها. أمولود أمولود هذا مولود النبي، والملائكة في السماء
يفرحوا بزيادة النبي. ألا ألا فاطمة وين راه سيد علي؟ سيد علي في البحر يا مينا قبطت في الحبل. وحلي ما رباته وحلي ما رباته وشو شواتاته وشو شواتاته. يا سعدي من شاف النبي يعطينا مراته يعطينا مراته. هنا البنات من بعد ما كملوا الرسومات ديالهم كما راكم شايفين، هذا هو الرسم اللي رسمتنا، وهذا الرسم اللي رسمت بنتي صغيره كما راكم شايفين هنا. من بعد انا وليت نوجد لهم شويه طمينه باش تديهم يعني يديوهم معاهم للمدرسه. انا كل عام كل حفله المولد النبوي الشريف نوجد لهم طمينه، يعني كانوا العوام اللي فاتوا يديروا الحفله كل قسم وحده، ندير لهم يعني كل تلميذ لاباغ ديالو. بصح هاد العام داروا يعني الحفله جماعي، يعني داروا كامل الاقسام داروا مع بعض في الساحه. على هذه درت لهم زوج طباسه، ما درت لهمش كل واحد لاباغ ديالو هذا العام. من بعد وجدت كما قلت لكم الطمينه ديالي، دوبت الزبده تاعي، من بعد خلطت السميد ديالي، من بعد ما حمصته. يعني الوصفه هذه رايحه تلقاوها اسفل الفيديو البنات اللي مازال ما شفتش الوصفه الطمينه، يعني هذه درتها مقبل هكذا البنات. من بعد خلطت بالعسل كما راكم شايفين، ونبدا نخلط مليح مليح حتى يتجانسوا المكونات. من بعد رايحه نحطهم داخل الطباسه كما راكم شايفين، درت لهم جوج طباسه، واحده البنت الكبيره وواحده البنت الصغيره، وراني نزين فيهم بالحلوه. يعني ما حبيتش ندير لهم الحلوة الترك، حبيت نزينهم بالحلوة والشوكولا، يعني أنواع الحلوى الحلوة. شوفوا بعد ما خلصت التزيين تاعهم كما راكم شايفين، نغطيهم بالسيلوفان وكل وحدة تدي تاعها. كاين تاني فكرة البنات، هادو لي بواط يعني الفردية. أنا يعني العوام اللي فاتوا كنت ندير لهم هكذا، يعني كل قسم يدي 35 حبة، ندير لهم في لي بواط هادو تاع الطمينة، نديرهم للمزيود نديرهم للعقيقة. بصح هذا العام كما قلت لكم داروا يعني حفلة جماعية، ما حبيتش ندير لهم هكذا، حبيت ندير لهم الطباسة هادو، وانتوما الفكرة اللي تعجبكم. هذا هو الروتين تاع اليوم البنات، وهذا هو الفيديو تاع اليوم، ولا عجبكم بارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم، وما تنسونيش في لايكاتكم وتعليقاتكم الرائعه. مولودكم مبروك حبيبتي، كل عام وانتم بألف خير، كل سقاسكم دياف بخير وعلى خير ان شاء الله. ما تنسونيش البنات في اللايكات وتعليقاتكم الرائعه، والى الملتقى مع فيديو واحد اخر ان شاء الله. سلام. أمولود أمولود هذا مولود النبي، والملائكة في السماء يفرحوا بزيادة النبي. ألا ألا فاطمة وين راه سيد علي؟ سيد علي في البحر يا مينا قبطت في الحبل. وحلي ما رباته وحلي ما رباته وشو شواتاته وشو شواتاته. يا سعدي من شاف النبي يعطينا مراته يعطينا مراته.